بخبرنا الأول من وزير الإسكان مصطفى مدبولي اللي أكد على تولي الجهاز المركزي للتعمير تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية باستثمارات بلغت 5.5 مليار جنيه لخدمة أهالي سيناء. ده في مجالات الطرق والإسكان والمباني الخدمية وتطوير المناطق العشوائية وإنارة القرى والتجمعات البدوية والتنمية المتكاملة بهدف المساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن. مدبولي قال إن في مشروعات كبرى سيبدأ تنفيذها ضمن استراتيجية تنمية سيناء التي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي. من جانبه أشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير مصطفى العجوز إلى أن المشروعات تتضمن إنشاء 26 تجمعا بدويا تنمويا جديدا بتمويل من قرض الصناديق العربية، إضافة إلى مشروعات طرق تنموية بإجمالي أطوال 93 كيلو ونص.